ياكل مكانه. فش الورشة. خير يا حضرة الظابط، في حاجة؟ في بلاغ بيقول إن عندك فلت كاوتش مسروقة. فين هدول الفندق؟ خدوه. مظبوط. مش تعمل اللعب مظبوط. اطلع. أنا ما شفتش الكاوتش ده. ولا أعرف عنه حاجة. اطلع. مظبوط والله. والله العظيم مظبوط. لا حول ولا قوة إلا بالله. مظلوم والله العظيم مظلوم يا سعادة البيه. بس يا راجل انت نادي على الشاهد الأول. إبراهيم عن العوضي. ايوه فندم. اسمك ايه بالكامل؟ إبراهيم علي العوضي. شغل ايه؟ أنا بشتغل في ورشة الحاج عبدون. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. أنت تعرف إن المتهم عبدون سيد عبدون بيتاجر في الكاوتش المسروق؟ يا سعادة البيه الحاج ده راجل سكرة، ده طول عمره مغرقني في غيره، ده هو اللي رباني وخلاني بني آدم وخلاني خش في الموضوع وجاوب على قد السؤال. بصراحة ربنا بيه هو الحاج معذور برضه، أصل الشغل قل اليومين دول، وبعدين الفلوس شحت في إيده، ولا مؤاخذة يعني الشيطان شاطر. يعني إيه الشيطان شاطر؟ يعني يا بيه المصاريف تقلت عليه وملقاش اللي يساعده فمشي في طريق الحرام. ما تصدقوش يا سعادة البيه، ده كذاب. قلت لك ما تتكلمش. كمل يا إبراهيم. هكمل أقول إيه بس يا سعادة البيه؟ ده أنا ياما نصحته. قلت له بلاش يا حاج، ربنا يغنيها بالحلال. خش في الموضوع. المتهم كان بيتاجر في الكاوتش المسروق ولا لا؟ ايوه يا سعادة البيه. يا كذاب يا ناكر الجميل، روح ربنا هيوريني فيك يوم. عندك حاجة تانية تقولها يا إبراهيم؟ أنا يا سعادة البيه قلت كل اللي يريح ضميري. طب يا إبراهيم نادي على الشاهد التاني. مرزوق عبد الله أبو طعية. عملتها يا ندل، هتروح مننا فين؟ We'll be right back.
مساء الخير يا معلم. عفاري عليك يا عرفت تسبك الموضوع على اجدحها الصايع. لا وايه؟ خبيت لك البضاعة جوه المحل وبقى صاحبك رايح جاي عليها وهو تايه عنها. يا خسارة، كان راجل طيب. لكن اعمل ايه انا بقى؟ هو انا اصلي زي الفريق، ما احبش يكون لي في السوق شريك. انما هم حكموا عليه بقد ايه يا معلم خليل؟ اترقع سنتين، فلازم اروح له وازوره واقوم بالواجب. انما ايه رايك في محسوبك يا معلم؟ تصدق بالله انت اوسخ نادل شافته عليا. من بعض ما عندكم يا معلم. انما انت مش هتقلق بالمعلوم بقى ولا ايه؟ انا عندي كلمتي يا باكو بحاله، انا سحبته من البنك مخصوص علشانك النهارده. اول مره في حياتي امسك 1000 جنيه. تشكر يا معلم. انما اني امتى هستلم الشغل عندك؟ لحد كده يا حبيبي اربط الفرامل. مش فاهم يعني بصريح العباره كده. انت ما تلزمنيش. يعني ايه هتخلى بيا؟ ده انا عملت الملعوب ده عشان ما شغلك يزيد وصيتك يعلى. لا يا اخويا، انا ما احبش الخاينين. اللي يخون معلمه الاولاني يخون معلمه التاني والتالت والرابع وهلم مجره. دي اخرتها برضه يا معلم، تسوق بيها وبعدين ترميني في نص الطريق. دي البلد كلها ما فيهاش غير ورشتين، واحدة اتشمعت على ايدي والتانية بتاعتك. خدها مني نصيحة يا ابني وانفد بجلدك. اهل الحاج عبدون لو طلوك هيقطعوك حتة حتة ويرموك لكلاب السكة. انفد بجلدك اروح فين بس؟ ده انا ماليش غير البلد دي. سافر، روح على مصر. انت يا ابني اللي زيك جايز يقب ويطقطق هناك ويبقى من اصحاب الارانب اللي احنا بنسمع عنهم. ارانب ايه يا معلم اللي بتتكلم عنها؟ الملايين يا الملايين. قد ما يحبش الملايين ولا انت غاوي فقر؟ يلا يا اخويا زق عجلك من هنا لحد يشوفك معايا تشبهني. يلا كده ما كانش العشاء يا معلم. هي الناس جرى لها ايه بس؟ روح يا ابني روح. اله ينجح مقصدك وتبقى من زباين المدعي الاشتراكي. المال الحلال لازم يرجع لاصحابه. ما عاد ليش قعد في البلد دي. اهل الحاج عبدون هيشربوا من دمي. ما انت اللي بديت
وعضيت ايد الراجل اللي كنا عايشين من خيره. أنا عضيتها عشان الفقر ما يعضناش. ليه يا ابراهيم تخلي الشيطان يلعب بيك؟ ليه يا اخويا؟ شيطان ايه؟ ومال الشيطان ومال الفقر اللي كاتم علينا؟ ايه ايه؟ وهو الحاج عبدون كان مخلينا عايزين حاجه؟ ده غير اللي بتلهفه من وراه وتضيعه على الزفت دي اللي خرب لك مخك وتستخسر تجيب علبة لبن البيت دي الغلبانه؟ طب ما ترضعيها من صدرك يا امي يا حنينه. من ايه؟ هو انا عاتبيه؟ ما خلصت عليا خلاص. ايوه سمعيني الموال بتاعك. ما انت وش فقر من يوم ما اتجوزتك. لا وعامله لي فيها السفيره عزيزه، مش عايزه تيجي على نفسك وتشتغلي. اشتغل؟ ايوه ايوه والبيت دي مليع بيه. اديني هستريح من وشكم ومن فقركم. انت بتعمل ايه يا ابراهيم؟ بتلم حاجتك راح تطفش؟ وانا والبيت نعيش ده من غير عيشه ايه وليها مجنونه اللي بتتكلمي عليها؟ هي دي عيشه؟ دي عيشه فقر. حلي عن سماها سعاده. احل؟ لا يا ابراهيم ما انتش حالك من هيني. قلت لك غوري من وشك. هيني؟ طب اهو هولع في روحي وهوديك في داهيه يا ابراهيم. هولع في روحي وهوديك في داهيه يا ابراهيم. عايزه تطلعي في روحك؟ حاضر. وادي الولعه اهي. اطفيهي اطفيهي. يا لهوي بتولع فيا يا ابراهيم؟ بتولع في ايه؟ الهي لا يكذبك، الهي لا يكذبك يا بعيد. بتولع فيا انا والبنت يا ابراهيم. يا لهوي يا لهوي. لسه كتير يا اسطى؟ وبعدين بقى في العطله دي؟ الصبر يا جماعه غصب عني. اديني بطلعها اهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هي العربيه فيها ايه يا معاذ؟ انا عارف كانت شغاله زي الحلاوه. طيب بعد اذنك ممكن ابص بصه؟ انت ليك في العجل؟ بيقولوا كده. اتكل انت بس على الله خش وادور. اتفضل. استنى ثانيه. دور كده. بس 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 استنى. دور تاني وادوس بالراحه صرنصير. بس الحمد لله زي الفل. متشكرين قوي يا اسطى. العفو يا سيدي. هو كان فيها ايه؟ لا ابدا المساله بسيطه بس انت بقى غير الشربون بتاع المرش. ماشي. لا لا اعوذ بالله استغفر الله. لا حاجه بسيطه على بالي. لا يابا انت هتركبنا ذنوب. هو انا طالب منك خدمه. انت تؤمر يا بيتي تلف حرير. اصل اخوك غريب مش من البلد دي. ولو لقيت لي شغلانه اكل منها عيش ابقى كتر الف خيرك كده. طب اركب. على فين؟ بقول لك اركب. ربنا يكرمك. جابر ازيك يا فوزية؟ ان شاء الله تسلم. ايه مفيش اخبار عن ابراهيم؟ يا اخويا الراجل خد في وشي وقال عدولي. طب وهتعملي ايه يا بنتي؟ قلبي عندك. العمل عمل ربنا، لا انا عارفه لا اروح ولا اجي. واهلك دول هيفضلوا سايبينك كده؟ طب ما تروحي لولاد خالتك يشوفوا لك صرفه. رحت يا اخويا رحت، شافوني من هنا وتلبشوا زي ما اكون رايحه اشحت منهم. لا حول ولا قوه الا بالله. امال اللي مالهمش قرايب يعملوا ايه؟ زي اللي ليهم. طب خدي دول يا بنتي لغايه ما ربنا يفرجها عليك. حط فلوسك في جيبك يا عم جابر مستوره والحمد لله. انت بتعملي كده ليه يا بنتي؟ ده احنا جيران واكتر من الاهل. طب تقدري تقولي لي هتعيشي انت والبنت دي منين؟ ما فيش حد بيبات من غير عشي. على العموم ما تحمليش هم، انا كل ما تجيلي توصيله مصر انا اللي هطقص لك على جوزك وانا اللي هجيبه لك ان شاء الله. هات مفتاح 22 يلا. اتفضل يا اسطى. ولم العده. حاضر. الغدا يا ابو ابراهيم. يا ابراهيم. ايوه يا اسطى. تعالى يا اخويا اشوف حسنية عامله لنا غدا ايه النهارده. الله الله الله. ملوخيه بالارانب يا عم. يا وعدي يا وعدي اموت في اللحم الابيض. من يد ما انعدمهاش يا ست حسنية. بس ليك تعجبك يا استاذ ابراهيم؟ الا تعجبني. طب داني ما بتهنليش اللقمه غير من يدك يا ست الكل. بالهنا والشفا.
بطل لمضة بقى ومد ايدك اقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، هو انا بدك الساعه لما اقرا الفاتحه معاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عايز حاجه مني تاني يابا؟ لا، مع السلامه انت يا حسني. الاكل هنا مش هنا. صباح الخير يا ام زينب. يسعد صباحك يا عم جابر. اما انا بقى جايب لك بشاره النهارده هتفرح قلبك وترد فيك الروح. خير؟ مش لقيت لك جوزك؟ ابراهيم ولقيته فين؟ بيشتغل ميكانيكي في مصر. بالذمه كده يا عم جابر؟ يعني شفته بعينك دول؟ في الحقيقه لا، ظروفي ما سمحتش، لكن واحد صاحبي بقى من السواقين اللي انا كنت موصيهم عليه. أيوه. هو اللي عطر فيه وجاب لي عنوان. وقعد فين؟ وعامل ايه وصحته عامله ايه كده؟ يا فوزيه العنوان اهو. صبر خلص بقى لساني. وده بيقول ايه؟ بيقول بقى انه بيشتغل في السيده زينب في بركه الفيل، ودي حته ما تتوهش. في بركه الفيل في السيده زينب. شيل الله يا ست. امانه يا شيخه تقري لي الفاتحه عندها. كتر خيرك يا عم جابر، ايه اللي هيجبر بخاطرك ولا يدوخلكش وليا؟ اديك شايف ايديا اتبرد من غسيل الجيران. معلش يا بنتي، دي او ربنا فرجها. لو تستني بقى لحد يوم السبت لغايه ما اظبط العربيه واصلحها، هاخدك بنفسي بقى واوصلك مصر لغايه عنده. ما نحرمش منك يا عم جابر، بس ما تاخذنيش، ما عادش فيا صبر. انا هاخد البت ونروح له على طول. خلاص، خلي دول معاكي. تعيش معي. اسمعي الكلام، محدش ضامن سكته. خديهم يا ستي، ولما انزل لابراهيم ابقى اخدهم منه في مصر. كده؟ طب ما دام هتاخدهم من ابراهيم. بيتي يو جاتك ايه يا بيت؟ بيت يا زينب. افرحي يا بيت افرحي، هنروح لابوكي، هنروح لابراهيم. يقطعك يا ابراهيم لك وحشي. سمي يا عم جابر. انت يا ستي، بسم الله الرحمن الرحيم. اضحكي يا زينب، اضحكي يا زينب. حد قدك؟ بكره هتشوف ابوك يجيب لك حمصيه وسمسميه وكل اللي انت عايزاه. اضحكي يا بيت. مش هتقعدي في العربيه كلها؟ انت خش شويه خليني اتفسح اقعد انا والبيت شويه. يعني هتقعدي فين؟ هتقعدي على حجري؟ يا اخويا اتكلم بادب. امال عامل زي شغل البطل كده يا حاج؟ اتاخد شويه يا حاج. اتفضلي يا سيدي. يا اختي عندك الدنيا حلوه وبنت عطشانه. انا ما عارفه مالها يا اختي عطشانه. مفيش ميه في العربيه دي؟ في يا اختي، في بوفيه. بوفيه ده فين؟ بوفيه القطر اللي بياكلوا ويشربوا فيه. عرفنا ازاي؟ انت تمشي كده على طول يا اخويا. حاسب عليك رجلي. تمشي كده على طول، في عربيتين الدرجه الثانيه هتلاقي البوفيه هناك. الميه فيها يا اختي. ايه طلعناه؟ ايه اللي عملتيه ده يا وليان؟ حط الكوبايه مكانك. اهدي، باخد شويه ميه، البنت هتموت من العطش. ما تموت ولا تروح ب 60 داهيه. هتموت، هتاخدك انت واللي خلفك. اصبر من قدامي يا وليه، قالت القلب. يا سعادتك ايه؟ عايزه ايه يا وليان؟ ايه، هات شويه ميه. فين؟ دي وليه قالت القلب ولسانها طويل. طب يلا يا اختي نجري من هنا، ما عندناش ميه. انتوا ايه، مش مخلينا ولا حته اللي ما عايزين تنشالوا فيها؟ اخرج قطعت حسانك، ده انا هشرب منكم اللي خلفوك. ايه الحكايه يا انا؟ شوف الشباب بتوعك يا صاحب غاني، الولايه جايه مستبيعه وعايزه ترمي بلاها على الركاب. خد يا اخويا. هاجي اوريك. اهي. مسكرت الدرجه الثالثة، ايه اللي جابك هنا؟ طب وهي يعني؟ باخد شوية مية. مية؟ يلا يا اختي من هنا. يلا. يلا 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 يلا. اوعى كده في ايدك واحد يتسكر تحتي. بس انت اهو عاملها بالطريقة دي. بأي حق تطردها من هنا؟ ده كل عشان خلبانة. والنبي يا ست والنبي، ما حدش غير كوبات المية دي وبهدلوني. ايه اللي جابك هنا لما انت قطعت تذكره درجه ثالثه؟ يا سلام، وايه يعني لما تقطع تذكره درجه ثالثه؟ هي سافرت ولا كفر؟ يا ستي ما سافرتش ولا حاجه، انما لو مفتش مر وشافها هنا هيجيب لي انا جزء. ايه رايك بقى؟ مين قالك انها هتقعد هنا؟ جايه تنتقي البنت وتمشي. واحنا كمان ما بنقدمش الميه غير مع الطلبات، وبعدين يا دوب شاطر الميه اللي عندنا على قد الزباين، مش فاتحينها سبيل. سبيل؟ طب اتفضلي اقعدي معايا جوه. وبدل ما تزعق وتبرتم تعالى شوف طلباتها. ايه اللي هيخليكي وانصرك على مني يا حديكي؟ طيب لو سمحت استهان. نعم. تدفعي لها تذكره كامله وتجيب الباقي. حاضر. ايه اللي هيعمل بيتك ويخليكي يا اصيله يا حلوه يا اميره؟ يا فوزيه، لكن انت ازاي عايزه تروحي لجوزك تاني بعد ما سابك انت والبنت وما سالش فيك؟ وفيها ايه يا ست هانم؟ الواحده مالهاش غير جوزها تعيش. بس الراجل ده ما يستاهلش انك ترجعي تعيشي معاه تاني. ده اكيد ما بيحبكيش. حب ايه يا ست هانم؟ ومين قال ان عايزاه يحبني؟ انا كل اللي عايزاه اللقمه والهدمه ليا والبت دي. انت ما عندكيش اي شغلانه تعيشي منها؟ يا ريت، ما عنديش غير البهدله ووجع القلب. ما تاخذنيش يا ست فريده، انا اهلي ما علمونيش زي حضرتك. علشان كده من غير جوزي
انا وبنتي نموت من جوه. منطقك سليم يا فوزية. بتقولي ايه يا استهانم؟ خدي الكارت ده، فيه اسمي واسم الجريدة اللي بشتغل فيها ونمرة التليفون، لو احتاجتش لأي حاجة اتصلي بيا. تعيش، بس ما تأخذنيش، أنا ما أعرفش أسأل. تبقي تخلي حد يقراهم أو يطلب لك نمرة التليفون. جندرية واحد، جندرية. حرمني يا اخويا، لا يخليك شر الطريق. نعم. بركة الفيل اللي في السيدة انت، اللي بيروحوا لها منين؟ اسمعي، تطلعي الكوبري ده وتنزلي منه، تطلعي الكوبري اللي بعديه، أول سلم يقابلك على إيدك اليمين تنزلي منه، وتعدي الشارع العمومي، وتسألي على الأتوبيس اللي بيروح السيدة زينة، فهمت ولا لا؟ يا اخويا ما فهمتش حاجة، أنزل من كوبري وأطلع من كوبري. جندرية واحد، جندرية. لا يا سيد، اهو جاي اهو، اركبي. لا اله الا الله، مالكش دعوة بيه يا بني. ما يصحش كده، ما يصحش كده يا ستي. اذا ما كانش عارفك اديني خدي لك نجس. يا اخويا انت مالكش ام، مالكش اخت ولا بيت. انا مقطوع من الشجرة. احسن كده طبيعة تقطعك يا ابويا. فاضل كتير على السيدة. عايزه انزل، اوعى البنت هتفطس في ايدي. لو ليني البنت وانا ناولها لك من الشباك. تعيشي يا اختي، خدي من عينيا حاضر. خدي بالك عليه. انت على وشك. انا عايزه اخدي البنت. استنى عليها، ما استنى عليها. خد يا اخويا. اي نعم. والنبي يروحوا شارع برجة الفيل منين؟ اول شارع على عينك اليمين دول. من عيني؟ ايوه من هنا. بقول لك ايه؟ تعالي معايا البيت. انا قاعد لوحدي. هديك جنيه بحاله اهو. اخرس يا راجل يا ايما يا واطي. انا يا راجل يا ايما يا واطي. انا واطي، انا واطي. هاني طالع يا مرة يا رنة. يا ابني يا رنة اللي طلعها دي. هاني حاطط الضابط في الراجل المجنون دي. نزلني يا ابن الضابط. ما تصدقهاش، ما تصدقهاش. ما تصدقهاش. ما تصدقهاش. انت حرامية وشارع العيالة دي من وسط بيتي واحدة. هاني حرامية. تضربيني وانا راجل موظف محترم. يا حد تستمر. ده من الصبح بالطريقه دي، بالمسطره بالقلم دي، وماشي ورايا
وسرع البنت بيك من الاوتوبيس. الاوتوبيس؟ الاوتوبيس اللي ماشي ده؟ ما تدعوش يا حبيب الضابط. ومين امها؟ اني امها؟ ما تدعهاش يا حبيب امين. امها في الاوتوبيس. طب قدام انت وهي على الاسم. ايوه على الاسم. اخرس انت. انت مش خلصت كلامك؟ ها حصل ايه يا فوزيه؟ وبعدين يا سعاده البيه، انا كنت راكبه المدعوه ده اللي اسمه الترومبيل، والراجل دي لازق لي اروح كده يلزقلي، اروح كده يلزقلي من غير لا خيشه كده ولا حي، واني مش عارفه اعمل ايه. ما صدعت المحطه جت نزلت وقمت باخد البيت. بتاخديها منين؟ بتسرقها يا سعاده البيه. اخلص انت كملي. كنت بتقولي بقى بتاخد البنت منين؟ اسم الله على مقامك، من شباك الترومبيل، اصله كان زحمه والخلق كده. وبعدين؟ وبعدين نزلت، الجدع ده نزل وراي ولزقلي تاني، واخرت المتمي يطلعلي جنيه، ورحت مدياله بالكف ورقعه بالحيان ولميت عليه الخل. ما تصدقهاش يا سعاده البيه، دي صرخت بعد ما ظبطتها بتسرق العينه. انت بتشتغل ايه؟ انا موظف محترم في مصلحه المجاري. عشان كده المجاري ضربه في كل حته. المهم معاك بطاقة؟ ايه اللي معايا بطاقة؟ ده كلام تقوله يا بيه؟ طبعا معايا بطاقة، انا مواطن نظيف جدا وشريف جدا. خلاص تقدري تقولي كنت رايحة فين يا فوزية؟ امال يا بيه، انا جاية لجوزي براهيم، براهيم العوضي. وجوزك بيشتغل ايه؟ ميكانيكي يا بيه. والبنت دي بنته؟ امال ايه يا بيه، ما انا ما اتجوزتش غير براهيم. يعني انت لسه على ذمته؟ الله، امال ايه يا بيه؟ هو انا يعني عملت ايه عشان يطلقني؟ طب ليه انت قاعده في البلد وهو عايش هنا؟ الدنيا لما دقت في وشه يا بيه طفش وجي على مصر يدور على لقمة عيشه، وانا لما لقيت علوانه خدت البت على كتفي وجيت وراه. وعنوانه ايه؟ بركة الفيل في السيدة زينب. خد يا بيه. استنى يا ضناي، العلوان اهو. اسم الله. ابعت لي المخبر ابو العنين. الله ينور يا دي الهنا ويا دي النور. بقولك ايه يا استاذ مرقوني، النبي عايزين نزود كمان صف كهرب فوق الصف اللي موجود ده. انت وابراهيم العوضي؟ ايه بقى؟ في حاجه؟ ده مطلوب عندنا في الاس. خير؟ ايه الحكايه حضرة المخبر؟ انت مش متجوز واحده اسمها فوزيه؟ وطي صوتك امال، اداني فرح الليل. الفرحه ما تمت. مراتك القديمه شرفت في الاسم، وعلى كفاها عيله صغيره بتقول انها من لحمك ومن دمك. بقولك ايه يا محسوبك ابو العنين. اسمع يا ابو العنين، تعالى معايا. على فين؟ هنتكلم على رواقه في حته تاني. حظك من السما يا عم، دي لا معاها بطاقه ولا اي ورقه تثبت كلامها. عشان كده حضرة الضابط بعتني اشدك عشان تشرف عنده. يعني في عرضك يا ابو العنين. بس انا عرضي مش قد كده يا ابو خليل، انا عرض اكبر من كده بكتير. لا لا كده كويس قوي، انت بس اوصل لحضرة الضابط وقول له انا ما لقيتوش. بقول لك ايه؟ ان الليله دخلتي مش عايز نسايب يشموا خبر. تفتكر لو قلت له ما لقيتوش النهارده اقول له ايه بكره ولا بعده يا فالح؟ الله. طب قول لي بقى انت ايه الحل؟ هو الحل موجود بس غالي شوية. لا انت تؤمر، اطلع بيه. اطلع بعشر برايز. 100 جنيه؟ سابوا العنين ما تلسوعنيش، انا ما استحملش. اللي عايز تدحى حبيبي، ولا انت عايز الليلة تخسر عروستك الجديدة وتبات في حضن مراتك القديمة؟ لا لا لا، يعني تحت امرك. ماشي، هما اللي معايا، بس خلصني من الزنقة دي. اخلصك من ابوها، بس انت اسمعني كويس ونفذ اللي هقولهولك بالحرف الواحد. ما ترد يالا، انت متجوز ولا لا؟ ماني قلت لسعادتك يا سعاده البيه انني فرح الليله. يا ريت سعادتك تشرفنا وتنورنا. مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا سعاده البيه. كان حضره الصله ابو العنين قال ان سعادتك طالبني في الاسم. خير ان شاء الله. ومستعجل قوي كده ليه؟ على العموم مش هنأخرك كتير عن عروستك. ربنا يستر عرضك يا سعاده البيه. وش يا بنت ولاش غلبك؟ براهيم الحقني يا براهيم.
دي فوزية بنت ابويا الحاج علي. مالك يا فوزية؟ بهدلوني يا ابراهيم بهدلوني، وفي الاخر عايزين يلبسوني تهمة يا اخويا. لا رواق يا اختي رواق، مفيش حاجة. البنت ايه؟ قلت يا ابراهيم؟ قلت لا اله الا الله يا سعادة البيه. شفت يا بيه؟ شفت اهو ده ابراهيم جوزي انا وابو البنت دي. ايوه بس اهدي انت، انا اصلا يا سعادة البيه عايز اقول لسعادتك كلمة يعني. قول لي يا ابراهيم. ان شاء الله يخليك يا رب. يا بيه البنت دي بلدياتي بس بعيد عنك عندها لطف، هي كان نفسها تتجوزني بس انا مش عارف ايه اللي جابها هنا. طب والبنت اللي معاها؟ في واحد بره بيقول انها سرقاها. جايز يا سعاده البي، الله اعلم، الكذب خيبه. ايه رايك بقى يا فوزيه؟ في ايه يا بيه؟ ابراهيم بيقول انه مش جوزك. يا نهارك اسود يا ابراهيم، طلقتني ليه يا اخوي؟ عملت ايه؟ جرايه يا وليه مجنونه انت؟ انت عايزه تجيبي لي مصيبه؟ انا لا عمري اتجوزتك ولا خلفت منك، الله، واهل بالك كلهم عارفين كده كويس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، امال انا مين يا ابراهيم؟ والبنت دي بنت مين؟ انا مين يا ابراهيم؟ انا مين يا ابراهيم؟ انا مين يا ابني؟ قولي من خليتي تعالي. هتروح مني ازاي؟ هتروح من ربنا فين يا ابراهيم؟ قولي البنت، قولي البنت، انا مراتك يا ابراهيم. ده انا مراته يا بيه. انت خدكم عليا؟ ده انا جايه لك من اخر الدنيا يا راجل، افرج عليك البلد كليه وارقص لك. يا لهوي يا علي يا لهوي يا علي، الراجل ده جوزي يا بيه والبنت دي بنتي. الراجل ده جوزي يا بيه، اروح فين؟ اروح فين؟ انجدني يا حكومه، انجدني يا حكومه، انجدني، انجدوني. تعرض المتهمة على النيابة صباح باكر ومعها الشهود. الهي يخرب بيتك. مالك يا شاب شايله عبد القادر ليه يا اختي؟ فكيها كده واضربيها صارمه، هي الواحده اللي في جمالي تحمل هم. خدي نفس يا اختي. تعيشي يا اختي، ما بشربوش. يوه 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 يوه، ده انت باينه عليكي غرقانه ومحدش ابدا مدلك ايديه. اي والله. طب احكي لي يا اختي حكايتك. فضفضي لاختك سوسو قوليلي ايه اللي مزعلك؟ يا معلم العريس. العريس العريس العريس، الراجل المجدع المجدع، العروسه 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 العروسه، الناس الحلوه دي كلها الحلوه، الناس الحلوه دي كلها كلها. رقصني يا جدع. للرجال بقول لك ايه، انت تشيليه من نافوخك وتضربيه مليون صرمه وتيجي عينيا شغلك معايا. لا يا ست سوسو، احنا ما بنخدمش في البيوت. خدمه ايه يا عبيطه؟ انت مش برضو بتحب الحظ والفرفشه والنعناشه يا اختي؟ انت عايزه تقولي ايه؟
عايزه اقول تشوفي مصلحتك وتعملي مستقبل لبنتك. طب يا اختي ده انت بكره مش هتقدري تشيلي ايديكي من الذهب اللي هيغرقهم. الجواز قال، هو انت فاكره ان الجواز له امان الايام دي؟ طب ده الراجل من دول ياخد الواحده ويقعد يمرمط فيها يمرمط فيها وفي الاخر يقول لها على امك. اهي كل واحده بتاخد نصيبها، واحنا لينا غير كده؟ لا لينا، لينا اللي هيصرفوا علينا دم قلبهم من غير جواز ووجع قلب. يا نهارك اسود يا ست انتي، انت قاعده من الصبح تكلميني في المسخره؟ حد الله ما بيني وبين النجاسه. وكمان العريس، العريس كمان العريس، العريس اخويا لازم، اخوك لازم، اخويا لازم، اخوك لازم. جدعان السيدة، السيدة جدعان، السيدة، السيدة جدعان، ام هاشم، الاندال لا لا، الاندال لا لا، اسم السيدة وظباطه وعساكره ورباب الصوابه اللي فيه اللي فيه. ثانية فتح الباب. ايوه يا شويش، اهي المعلمه بتاعتي بعتتلي الافوكاتو عشان يطلعني. قلت ايه يا حبيبتي، تحب اكلمها عليكي؟ يا ست روحي لحالك، روحي لحالك بقى، ربنا يطوب عليكي. ده انت باينك واقعه في المنايل. قال على راي المثل، اخي اخي وانا روحي فيه، اخي اخي وانا روحي. ده مين ده اللي جاي يقلق رعيتها الصبح؟ صباح الفل يا ست العرايس. يسعد صباحك. مين ده اللي بيخبط؟ تلاقيه همك. طيب صباحية مبارك يا عريس. سبع ولا ضبع؟ اهلا يا سابو العنين، اتفضل. انت لسه ما لبستش هدومك؟ هدوم ايه؟ خير ان شاء الله. الله، هو كلام الليل مدوم بزبده ولا ايه؟ يلا يا حبيبي ما عندناش وقت، لازم نروح النيابه. شش، وطي حسك امال. هي العروسه فين؟ نايمه جوه، انما نيابه ايه كفالة الشر. اصل مراتك القديم، يا بوس ايدك خلي في عرض النبي. اصل مراتك القديمه هتتعرض على النيابه دلوقتي ولازم تكون موجود. صباح الخير يا سيابو العنين. يا صباح اللبن الحليب يا عروسه. اعملي كوبايه شربات لسيابو العنين على بغير هدومي. ليه؟ لو انت خارج؟ اصله لا مؤاخذه هيعفر جزمته بمشوار صغير. في يوم صباحيته؟ الناس تقول ايه يا سيابو العنين؟ نعمل ايه بقى يا عروسه؟ ما انت متجوزه بالشهامه كلها. هاخده منك ساعه زمن يضمن واحد صاحبه ورجعهولك صاغ سليم. فوزيه المغاور. ايوه. بيوم زينو، ابراهيم العوض. ادام هي مش مراتك، ايه اللي يخليك تتهمها بالجنون؟ يا سعاده البهمه، هو ده اكبر دليل على جنانها، بتقول ان انا جوزها، وبعدين كل الناس في البلد عارفين انها مجنونه، كفايه انها خاطفه عيله وبتقول عليها بنتين. انا خاطفه البيت يا ابراهيم؟ انا مجنونه يا ابن المجنونه؟ بنته مين يا سعاده البيت؟ انا شايفها بعينيا دول وهي بتتسرق. ماما مش غريب عليك. حط البيت، ماما مش غريب عليك. ماما مش غريب عليك.
قد لاحظت النيابة أثناء استجوار المتهمة بأنها تأتي بألفاظ غير مفهومة وحركات هستيرية، ولذلك قررنا الآتي. أولا دودع الطفلة في إحدى دور الرعاية. ثانيا تعرض المتهمة والأوراق على السيد قاضي المعارضات لاستصدار أمر بإدعاء إحدى مصحات الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. ثالثا استعلم من الشرطة إذا كان قد ورد ثمة بلاغ عن خطف طفلة من عدمه. الست اللي قابلتها في القطر وحكيت لك حكايتها. ست مين؟ اللي جوزها كان هربان منها. ايوه مالها؟ كاتبين انها مجنونه وسرقت طفله. مش دي اللي خطفت كوبايه الميه واتخانقت مع الكمساري؟ ايوه. ما هي تبقى مجنونه. لا يا كمالي، انا اتكلمت معاها وكان كلامها معايا في منتهى العقل، ما فيهوش اي علامه من علامات الجنان. يا حبيبتي يا حبيبتي، المجنون ما بيبقاش مجنون طول الوقت، ده ساعات بيبقى اقل مني ومنك. بس انا متاكده انها مظلومه. مشكلتها ببساطه ان جوزها طلع ندل وسابها هي وبنتها، ولما حاولت ترجع له اتهمها بالجنون وتبرأ من البنت. على العموم دي حكايه عاديه بتتكرر كل يوم، واحده بتحب واحد وعاوزاه يتجوزها بالعافيه. الست دي مشكلتها لقمه العيش مش الحب، دي راحت لجوزها مش عشان بتحبه، عشان تتستر هي وبنتها. تعرفي يا فريده انها عكس مشكلتك، انتي كنت عايشه مع زوج غني افتكر مشتركي بفلوسه، وانت اللي سبتيه لحد ما طلقي. لان الحب بالنسبه لي شيء مهم اهم من الفلوس، لكن انا الحمد لله قادره اصرف على روحي. انما المسكينه دي هتعمل ايه؟ يا ريت جوزها انكرها وبس، اتهمها بالسرقه والجنان. وفريدي هتعملي ايه؟ لازم اقف جنب المسكينه دي، تروح خدوا منها بنتها. يا حبيبتي يا حبيبتي، نفسي بقى تبطلي حماسك اللي زياده عن اللزوم ده. احنا مالنا؟ احنا ناقصين وجع دماغ. ايه يا كمان اللي انت بتقوليه ده؟ احنا وظيفتنا ايه؟ عمالين نكتب عن الموضه وبس، عن فلان اللي سافر وفلان اللي اتجوزت وطلقت، عن الجمعيات والهيئات اللي نازله ترف حفلات في حب مصر. وجايبين لنا ايه؟ رقصات درجه ثالثه وهات يا رقص، كان جون مصر دي هتتسدد من ورا هز الوسط. واحنا احنا سايبين الناس الغلابه نتفرج عليهم بدل ما نقف جنبهم عشان الناس تحس بيهم. يا شيخه بلانيله، او زي ازيك فوزية؟ انا فريدة الصحفية، فاكراني اللي قابلتك في القطر انتي وبنتي؟ شفت بنتي؟ يعني انتي عارفة انها بنتي؟ يخطبوا صديقي يقول لهم انها بنتي، دول قالوا عليا مجنون وخدوها مني، حتى ابوها قال انها مش بنته وانها مش بنتي. بس اهدي انا دلوقتي مش قلتلك لو احتجتي لاي حاجه تكلميني؟ اكلم مين ولا مين؟ محدش بيسمع ومحدش مصدق، مع اني ما عملتش حاجه. اطمني يا فوزيه، انا هقف جنبك وهرجع لك بنتك وهاخد لك حقك من كل اللي ظلموكي، واولهم جوزك السافل. عندك عزيمه الجواز يا فوزيه؟ ايوه يا بيه. هي فين؟ في البيت يا بيه، في البلد. والبنت اللي في الملجا دي تبقى بنتك؟ امال ايه يا بيه، بنتي ضنايا من لحمي ومن دمي. اسمها ايه؟ اسمها زينب بنت ابراهيم العوضي. كذب يا سعاده البيت، انا لا عمري اتجوزتها ولا لمستها عشان اخلف منك. اسكت انت، ما تتكلمش خالص غير لما اسالك.
معاكي شهاده ميلاد تثبت ان البنت دي بنتك يا فوزيه؟ ايوه يا سعاده البيه، وبالاماره ابراهيم هو اللي راح وايدها. ممكن اشوفها يا بيه؟ يا سعاده البيه احنا ما بنشيلش الحاجات دي، كل حاجه مع ابراهيم ده البيت بتاعك. يا سعاده البيه دي وليها خرفانه، وكانت في البلد بترمي بلاويها على كل واحد شويه. ممكن يا سياده الرئيس تشوف بطاقته، اكيد هتلاقي فيها اسم الزوجه. حضرتك تبي مين؟ فريدة عبد الحميد، محررة في جريدة الأهرام. أنا آسف إن أقولك إنك ملكيش حق تتدخلي في الجلسة. ممكن سيادتك تعتبرني شاهدة. معاك بضاعة شخصية ولا عائلية يا إبراهيم؟ عائلية يا سعادة البيه. وريها لي. اتفضل. أنت اسمك الحقيقي حسنية إبراهيم سعداوي؟ لا يا بيه، يبقى أنا اسمي فوزية. فوزية محمد المغاوري بس مش حسنية، ولا هو غير اسمي كمان؟ ما هو يعملها قادر وفاجر. بس يا ست انتي رجعوني البنت بقى، رجعوني البنت بقى، تعبوني. نأمر بإيداع المتهمة فوزية محمد المغاوري مستشفى الأمراض العصبية والنفسية لبيان سلامة قواها العقلية، وتعرض بعد ذلك على النيابة. لازم تتأكدي الأول، مش تصدقي كلام واحدة فلاحة قابلتيها صدفة في القطر. إيش عرفت بقى إنها مش مجنونة أو حتى كدابة أو عاملة مجنونة عشان ترمي بلاويها على الراجل المسكين ده؟ مش معقولة يا كاميليا، مش معقول. ممكن كل ده يحصل؟ يا شيخة ده سيبك من الخيال اللي أنت فيه. أنت متصورة مثلا إن الشحاتين اللي بيقابلوك في الشارع وشايلين عيال إنهم ولادهم؟ طب اسألي كده أي واحدة فيهم عن حكايتها وهي هتخترع لك حكايات تقطع القلب. لكن ممكن يكون في اب ينكر بنته؟ ده بيدينها في الصعيد. انت ما بتقريش عن الحوادث اللي بتحصل كل يوم؟ مش فاكره الست اللي قتلت جوزها وابنها علشان عاشقها؟ بلاش. فاكره الولد اللي قتل ابوه وامه وعمل انه مجنون؟ وبعد كده مستكتره ان واحد ينكر بنته؟ يا فريده، يا فريده فوقي، ده احنا عايشين في غابه. حتى الغابه ليها اصول وقوانين. انا مش فاهمه ايه اللي حصل للناس. الخوف من اللي هيحصل. النهارده انا مخي اتلخبط، ما بقتش عارفه الحقيقه من الكذب، الصح من الغلط، مين الظالم مين المظلوم. الحكايه ببساطه انك كنت ضحيه لواحده مجنون او واحده حراميه مثلت عليك كويس وناقصه مخرج يكتشفها. خد الشقه والعيال وسابوني في الشارع وراح اتجوز غيري. وادي محمد، وادي حسين، بنتي عزيزه، انا امكوا يا ولاد الكلب. قال انه هيتجوزني ويوم الفرح اتجوز واحده تانية. لا، لو كل واحده هتسكت عن اللي بيحصل ده تبقى البلد ما طلعتش نسوان. اخويا ابن امي وابويا لها في الفلوس، اكلته الناموسه، بلعته. وحشتيني يا زينب، وحشتيني، وحشتونك يا زينب. غزالة يا اختي، ما بتاكليش عشاني؟ عايزة امك يا اختي. تعالي يا اختي في حضني، انا امك يا زينب. مش عايزينك، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني، مش هياخدوكي تاني يا زينب. الباب يخبط يا راجل. يوه، وده وقته؟ خلي اللي يخبط يخبط. امي بتاع يمكن تكون امي. هي امك دي مش اتجوزت قبل كده وعارفه ان احنا في شهر العسل؟ قوم بقى بلاش دلع. هي بس شاطره كل حبه تقول الجدعان وهاتوا عيل، هنجيب عيل ازاي وهي كل شويه تنط لنا. وجيتك ايه يا
ابراهيم ينيلك طول دمك شربات. قوم بقى. أوه طيب طيب. ايوه مسروق علي انا في ايه؟ في واحده ست عاوزاك تحت يا صبرين. ست ايه الله يخرب بيتك؟ مين دي؟ معرفش هي اللي تطلع من دهلي. طب غور يلا وانا جاي ورايا غور. وتطلع مين الدلعادي دي يا سي ابراهيم؟ وقعتك سودة. تكونش يا راجل متجوز عليا ومخبي؟ متجوز؟ ده ايه الهزار اللي بياخده يا حسنيه؟ دي تلاقيها زبونها عربيتها متاخره عندي. يعني هنزل اشوف ايه حكايتها. ما تعوقش معاها. حكيم انا عارفاك، عينك فارغه. انت عايزه مني ايه؟ عايزه اتكلم معاك شويه. تاني؟ لسه في بينا وبين بعض كلام تاني؟ يا استاذ ابراهيم انا عارفه انك انت ابن بلد وكلك شهامه. بقول لك ايه؟ هاتي من الاخر. فوزيه. وطي صوتك. دلوقتي مش حرام عليك ترميها الرميه السوداء اللي هي؟ انت راجل بتفهم في الاصول. هو برضه من الاصول ان انا اجيب حرمه اقول عليها مرتي وهي مش مرتي. امال ترميها في سرات المجانين؟ احسن. خليها تتعالج يمكن تفوق بدل ما هي ماشيه ترمي بلاويها على الخلق. وبنتك اللي ملهاش ذنب ترميها في ملجأ؟ برضه هتقول لي بنتي؟ بنتي منين يا ست انتي اذا كنت انا ما اتجوزتش امها من اصله؟ خاف من ربنا بقى وراعي ضميرك. بقول لك ايه؟ تحدم صلاتك عليا، انت عايزه تخربي بيتي؟ اسمعي بقى، انا لسه متجوز جديد وما شبعتش من جوازتي، وبعدين مرتي لو سمعت كلامك ده هتطين عيشتي. يعني مش عايز تعترف؟ اسمع يا استاذ ابراهيم، انا المره دي جيت لك تحت، المره الجايه هطلع لك فوق في بيتك واكلمك قدام مراتك، فهمت؟ هتكون عايزاني في ايه يعني؟ دي زبونه. زبونه وجايه لك يوم الحج، مش عارفه انك قافل. ايوه ما هي جايه تاخد ميعاد عشان عربيتها. ووقفت تتصاير معاها كل ده عشان تاخد ميعاد. وانا هعمل ايه بس؟ مش عايزه تصدق انني مش فاضي، خلاص مفيش رحمه، كل واحد عايز شغله هو اللي يخلص وبس. ما خبيش عليكي، حالتها فعلا سيئة. هي عندها ايه يا دكتور؟ مصابة بحالة اكتئاب عنيفة لدرجة انها مش عايزة تاكل ولا عايزة تكلم حد. بس ما نقدرش نقول عليها مجنونة. الاكتئاب لما يزيد ممكن يسبب نوع من انواع الجنون. طب ده بقى سببه ايه؟ الواضح من تصرفاتها واحتفاظها بالعروسة إنها عندها عقدة أمومة، وده بيحصل كتير كرد فعل لبنات العوانس أو اللي بيموت أولادهم أو اللي ما بيتجوزوش لأي سبب. لكن يا دكتور فوزية شابة جميلة وأي حد ممكن يتجوزها حتى لو جوزها سابها. للأسف يا مدام الجمال اللي من دول ما بقاش أهم حاجة في الجواز. في عوامل مادية كتيرة تدخلت زي الثروة والتعليم والمستوى الاجتماعي وغيره 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 زي ما حضرتك عارفه. عندك حق. العواطف اليومين دول ما بقلهاش اي قيمه في الزمن ده. للاسف احنا عايشين في زمن صعب جدا. وسلوك الناس وردود افعالهم بقت شيء محير للطب النفسي. تفتكر ان في امل يا دكتور؟ بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه للاسف الامل ضعيف جدا. طب بالنسبه لحاله فوزيه؟ بالنسبه لفوزيه أقدر أقول إن جايز اللي عندها ده يكون مجرد جنون عارض، وعشان كده إحنا حطيناها تحت العلاج والمراقبة، وأنا أمرت إن تكون في أوضة لوحدها. ممكن أشوفها يا دكتور؟ هو ممكن، بس حاولي إن كلامك معاها يبقى قليل وما يسرهاش. Thank you.
فوزية. انت مش عارفاني، انا فريدة صاحبتك، انا اللي بحبك وعايزة اقف جنبك. فوزية مش عايزة تكلميني ليه؟ انا هنا عشان اساعدك يا ماما. انا عرفت طريق بنتك فين وهرجعها لك. فوزية لازم تاكلي يا فوزية، لازم تاكلي عشان تعيشي، عشان بنتك. سامعيني يا فوزية؟ سامعيني فوزية؟ ايه اللي يخلي واحدة ست في مركزها تحط مناخيرها في موضوع زي ده؟ لا اخت المحروسة مراتك ولا بنت عمها ولا قريبتها. مظبوط كلامي ولا انا بخرف؟ لا، اللي بتقوله عين العقل يا ابو العنين. لكن تفتكر يعني ايه السبب؟ وانا يعني هسيبك على عماك؟ هقول لك طبعا وانور لك مخك الظلم. طب خش عليا بالمفيد. الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ ما تفهم بقى يا افل. الوليه فريده دي ممخمخه انها تلهف منك قرشين. لا ده انت بينك اتجننت يا راجل. قول كلام غير ده. الله، ومالك مستبعدها قوي كده؟ هي تطلع اشرف من مين يعني؟ انت مش بتقرا في الجرايد كل يوم عن الناس الكبار اللي بتسرق وبترتشي؟ هي كمان ما تاخدش ليه؟ يا ابني ده احنا في زمن الناس بتجري فيه ورا الفلوس زي الرهوان. اسالني انا. طب يعني معناته ايه كلامك ده؟ اروح لها واظرفها بقرشين؟ هو ده عين العقل. لو كنت عايز تصون حياتك الجديده وتفضل مناسب لوسطى سعداوي. ايوه بس دي يلزمها كام عشان تقفل بقها؟ إيه؟ شد لها اتنين باكو. 2000 جنيه؟ اجيبهم منين دول؟ من حماك لوسطى سعداوي. ده الفلوس بتجري في ايده الظلميه. مش معقوله يعز عنك مبلغ زي ده. ايوه بس انا هاخده منه باي سبب؟ الاسباب كتير وعندي منها بالكوم. هما مش بيقولوا تعددت الاسباب والقرش واحده؟ كده كلهم شهامة. الله يخليك. انت واقف ليه؟ اتفضل استريح. اتفضل. كتر الف خيرك. تحب تشرب ايه؟ لا استهاني ملوش لزوم. لا والله لازم تشرب حاجة. طيب ان كان ولا بد اشرب شاي. عينيا حاضر. اكيد انت جاي تصلح سوء التفاهم اللي حصل. الحقيقة استهاني ما انا قلت قبل سعادتك علشان اريح دماغك واريح دماغني كمان. انا كنت متأكدة من كده. ما هو عشان كده انا عم محمد عايزين واحد شاي بسرعه. حاضر يا فندم. اي امر مطلوب؟ واعمل لي بالمره فنجان قهوه. على عيني يا فندم. ما تتصورش قد ايه انا سعيده ان ضميرك صحي يا استاذ ابراهيم. اني كمان قلت في عقلي بالي اللي تعرف ديته قتله، وبدل يعني ما ست فريده تبوظ لك جوازتك اللي بتسترجعها من الدنيا، الطيب احسن. جوازتك؟ انهي بقى جوازه فيهم؟ الا هو انا ليه جوازه غير هي؟ حسنيه. طب وفوزية؟ انت ناسي انها كمان مراتك؟ ايه؟ رجعنا تاني للكلام اللي مش جايب همه. انت قصدك ايه؟ انا كنت فاكرة ان ضميرك صحي وهتخلص فوزية من المحنة اللي انت سببتها لها. انا بصراحة ربنا مش فاهم ايه اللي يخلي هانم زيك تشغل بالها بموضوع هايف زي موضوع الولية المجنونة دي. طب ممكن اعرف انت جاي دلوقتي ليه؟ انا جاي اقول لك انني قلبي واكلني. ايه وانت شغلة بالك وعمالة تكتبي في الجورنال كلام كده؟ افرضي حد قراه وراح نقله ولا سايبيه؟ الا ولا حد جاب لهم كلمه من هنا ولا من هنا وقالها لهم؟ ما هو الفرح يلعب في عبهم. وعلى راي المثل العيار اللي ما يسيبش يد وش. عيار ايه وفار ايه؟ انت عايز تقول ايه بالظبط؟ اهدي بالله يا ست هانم، ده ربنا امر بالذات. الله، انت بتعمل ايه؟ انا اصلي شايف ان مفيش داعي ان احنا نشد مع بعض. حلو. بالعكس احنا نتصافى وكل واحد يروح لحاله. كويس. وانا كمان جبت لك معايا عربون المحبه. ايه ده بقى؟ دول استكين، استكين بالتمام والكمال. الفلوس دي بقى بمناسبه ايه؟ دول حلقة استهانك في الحكايه. انا عارف ان مهامك اكبر من كده بكتير، لكن وكتاب الله دول اللي قدرت اتحصل عليهم. ما هو قصدي واطي واطي، عمرك ما هتنضف. ايه؟ ده يبقى عشان ارضيك. امشي من قدامي دلوقتي، مش عايز اشوف وشك تاني، هندهلك الفعاية وتزوق من هنا. مش عاوز حاجة، خلاص أنا ماشي، أنا عملت اللي يرضي ضميري. اطلع بره، بره. عارفة لو وقفتي قصادي بعد كده مش هتعرفي إيه اللي هيجرالك. بره. حلو.
الحكايه فريده؟ مين ده؟ ده يا ستي جوز فوزيه اللي اتهمها بالجنون. هو كان جاي لك ليه؟ ما تتصوريش انا دلوقتي سعيده قد ايه. يمكن لو قلت لك ان ده اسعد يوم في حياتي مش هتصدقي. مع ايه ده كله؟ ليه؟ هو كان جاي يطلب ايدك؟ بتتريقي؟ انا النهارده بس اتاكدت ان الراجل ده جوز فوزيه والبنت دي بنته. طب تعرفي هو كان جاي ليه؟ ليه؟ كان جاي يديني رشوه 2000 جنيه عشان اكتم على الموضوع واشيل ايدي منه. ياه. طبعا ده اكبر دليل ان هو جوزها واب للبنت اللي في الملجا وان فوزيه مش مجنونه ولا حاجه. قلتي لي عرض عليكي كام رشوه؟ 2000 جنيه. على كده بقى الراجل ده متريش. لا يا حبيبتي مش هو اللي غني، دول اهل مراته وهي دي سبب المشكله، الفقر. يعني الراجل معذور؟ لا 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 لا، مش ممكن الفقر يخلي انسان زي الراجل ده هوت يتقلب لوحش كاسر، يظلم اقرب الناس ليه، مراته وبنته، ويرميهم في الملاجئ والسجون. على العموم القضيه بقت واضحه قدامي، وبقت بالنسبه لي مساله ضمير. ما تسيبت بقى من وجع القلب ده، انت ناقصه مشاكل. ما هي دي ماساه حياتنا دلوقتي يا كاميليا، كلنا دلوقتي بنقف نتفرج، محدش فينا عايز يعمل حاجه. كل واحد يا اما خايف يا مكسل يقفل على روحه، ومستني حد يحل له مشاكله. دي قضيه واضحه وبسيطه يا مدام فريده. طب يا فندم ايه اللي مطلوب فيها عشان اثبت جواز فوزيه وبنوته الطفله؟ حاجتين، صوره من وثيقه الزواج ومستخرج رسمي لشهاده ميلاد الطفله. شفت اخر شرطك المهببه؟ اهل الولايه بتاع الجورنال هتوديني في داهيه، دي كانت هتطلب لي البوليس. ما بنت اللئيمه دي طلعت شريفه؟ اما عجايب. يا ترى ناويه على ايه؟ اكيد ناويه توقعني في شر اعمالي. على العموم اطمن، انت شر اعمالك حاجتين اتنين بس، قسيمة جوازك من فوزية وشهادة ميلاد بنتك. هما مش معاك؟ معايا فين؟ دول هناك في بيتي اللي في البلد. يا نهار ابوك اسود، انت تاخد بعضك وتسافر حالا تتحصل على الورقتين دول وتخفز بيهم الارض. وخلي عينك على البنت الصحفية دي لحسن ممكن تطلع بدل فائد ليهم. بقولك ايه، انت لازم تمشي ايدك مع الموظفين اللي هناك، حكي موظفين الايام دي غلابة، حالتها تصعب على الكافر. خلاص يا فوزية، الحقيقة هتبان، جوزك اتكشف. بكرة تخرجي من هنا وبنتك ترجع لك. صدقيني أنا النهاردة قابلت محامي الجريدة، شرحت له قضيتك كلها، قال لي أهم حاجة وجود قسيمة الجواز وشهادة ميلاد بنتك، ساعتها كل حاجة هتبقى في صفك وتطلعي براءة. محمد المغاوري، تاريخ الزواج 7 مايو 81. البطاقة لو سمحتي. اتفضل. ايه ده استهانة؟ هو حضرتك مش الزوجة؟ لا في الحقيقة في ظروف منعت الزوجة انها تيجي تاخد القسيمة. طب الزوج ما جاش ليه؟ دي قضية اثبات زواج واثبات بنوة طفلة، يعني الزوج ملوش مصلحة انه يجي. اسف، مش ممكن اسلمك الوثيقة. مش ممكن ليه؟ صورة وثيقة الزواج ما تطلعش غير بناء على طلب الزوج نفسه أو بوجود الزوجة شخصيا. يعني إيه؟ أظن الكلام واضح. واضح، بس دي مسألة حياة أو موت، أرجوك تساعدني، ده مستقبل أم وطفلة مهدد بالضياع. هو مش في شهادة ميلاد للبنت؟ لأ، لازم أطلع مستخرج منها. كفاية المستخرج ده، تقدري تثبتي بيه بنوة الطفلة، وبعد كده تبقى تيجي الزوجة بنفسها علشان تستلم صورة من وثيقة الزواج. ودلوقتي عليكوا على مكتب الصحة. أيوة استهانة،
يخلي بالك تحت امرك. لو سمحت عايزه اطلع مستخرج شهاده ميلادي. بس كده؟ ادي تحت امرك. لا انا عايز الموظف المسؤول. موظف المسؤول جوه. بالكتير وبكده هنقدر نثبت بنوة البنت، يعني كل حاجه هيبقى امرها سهل. انا كل اللي بتمناه دلوقتي ان بيتي ترجع لي، ومش عايزه جوزي، ومش عايزه منه فلوس، ومش عايزه حاجه خالص. عايزه احضنها واحطها في صدري. وحشتني، وحشتني قوي. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله بكره هترجع لي، وهبقى اشوف لك شغلانه كويسه تعيشوا منها انتوا الاثنين. فوزيه انا عارفه انت تعبتي واتظلمتي قد ايه في حياتك، عشان كده انا عمري ما هسيبك ابدا. نبل لو سمحت. لو تكرمت الست فريدة عبد الحميد. الأوضة في وشك. شكرا. 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 موجود. انتوا ما دورتوش كويس. لا 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 يا ست هانم، ده الموظفين قلبوا الدنيا، مفيش اي اثر لزينب ابراهيم العوضي. معقوله البنت تكون موجوده وملهاش شهاده ميلاد؟ ما تستغربيش يا ست هانم، ده بتحصل كتير في الارياف. لا مؤاخذه يا ست هانم، الاهالي عندنا ما يكتبوش البنات في دفتر المواليد عشان يجوزوهم صغيرين وحكيم الصحه يشددهم. لكن امها اكدت لي ان ليها شهاده ميلاد. انا عملت اللي عليا يا ست هانم، صرفت كل الفلوس اللي شاتك التاني على الموظفين وربنا يشهد. لكن نعمل ايه؟ كان نفسنا نخدم. سلام عليكم ست الكل. سلام عليكم. برافو عليك يا ابو الزغاليل. ابو الزغاليل مين؟ ده كل ده من تفانين العبد لله. بس انا طبخت لها الطبيخ اللي هو واكلته. تشكر يا سي زغلول، ربنا ما يحرمناش من طبيخك. خد يا عم كمان عشان تنبسط. كمان تشكر يا زو. اي عمر تانية. طب بس الحلقات. طب بقول لك ايه، انا عايزك تفتح عينك كويس قوي احسن حد يجي يحاول ياخد ورقه ولا حاجه تديني خبر على طول. اطمن يا سوق اطمن. السلام عليكم. مع السلامه، ربنا ينور لك طريقك. شفت يا ابو العينين، لولا كده كنا هنروح في ابو نكله. تصلك ابن حلال وعلى نياتك، عشان كده ربنا بيوقف لك ولاد الحلال اللي زيي. خير يا حماتي؟ ألف مبروك يا إبراهيم، مراتك حامل. والنبي من إمتى؟ حامل في شهرين. حقيقي الكلام ده يا حسنية؟ يا ألف نهار أبيض.
شايفها حمادي احنا جدعان ازاي؟ نفسي في المشمش يا ابراهيم. البنت يا حبتين بتتوحم على المشمش يا ابراهيم. ايوه بس مشمش ايه؟ ده مش اوانه، ده المشمش ده بيطلع في المشمش. انت حر بقى، الوحمه هتطلع في جسم الولد. لا لا وعلى ايه؟ ده انا هقلب الدنيا، هقلب السوق كله. احنا لينا بركه غير حسنيه ولي العهد، دي واحده. شايفه يا حبيبتي جوزك هيطير من الفرح، والله طلع عصير. اظن مش ناويه تستمر في المهزله دي تاني. اهي البنت ملهاش شهاده ميلاد، يعني الاوراق الرسميه بتقول مفيش بنت بالاسم ده. بس انا متاكده بقى ان البنت دي بنت فوزيه، بدليل ان الست دي مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير بنتها. بصراحه بقى انت بتضيعي وقتك، الست دي لو كان لها اهل ما كانوش يهتموا بيها زي كده. برافو عليك يا كاميليا، اكيد فوزيه ليها اهل او جيران، عشان كده هنشر صوره البنت في كل الجرايد، يمكن حد من اهلها يتعرف عليها وساعتها الحقيقه هتبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحضن يا إبراهيم. ألف مبروك يا إبراهيم. أهو كده ريحت قلب. هي حماتي قالت لك؟ أيوة. مبروك عليك. أهلا يا استجابر، طب مش كنت تسيب خبر علشان نقوم بالواجب يعني؟ يا سيدي ما حماك قام بالواجب. بالحق. مبروك. الله يبارك فيك. طب تعالى معايا، أنا عايزك. عن اذنك يا اسطى. على فين يا ابراهيم؟ لا ده انا هوصل مشوار مع عروسه جابر بعربيته، اصل حسنيه بتتوحم على مشمش. سلام عليكم. طبعا يا عم طبعا. والله وهتبقى جد يا سعداوي. فوزيه فين يا ابراهيم؟ قبل ما مخك يوديك بعيد وتظلمني اسمع الاول الحكايه. هي في حكايه؟ ايه اللي حصل يا ابراهيم؟ اتكلم. اللي حصل يا عم جابر إن فوزية جت من البلد وعاشت معايا معززة مكرمة، بس البيت زينب كانت صحتها متأخرة، أني دخت بيها على الحكمة، لكن إرادة ربنا كانت فوق كل شيء، وأنت عارف فوزية كانت متعلقة بيها قد إيه، ما استحملتش الصدمة وجالها هلوسة وجالها لطف وبقت تخرف. أنا لفيت بيها على أكبر الحكمة في البلد، بس كلهم قالوا إنها لازم تدخل المستشفى. مستشفى إيه؟ الخنق. بعديها لقيت نفسي وحداني ولوست، فاتجوزت بنت لوسطة بتاعي. بس حلف لك بيه يا عم جابر أنا ما قصرتش معاها، ولغاية دلوقتي كل أسبوع بروح أزورها وأطمن عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنعمل إيه بس؟ إرادة ربنا كده. وأهل مراتك عرفوا بالخبر؟ لا 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 ما حدش منهم يعرف حاجة. ما هاني انا خفت اقول لهم انني كنت متجوز وان مراتي اتجننت. انت عارف الناس وكلامهم. انت جبت سيره الحمايه؟ اطمن، انا لما فهمت من حماك انك اتجوزت قلت استنى بقى لما اعرف الحكايه منك انت الاول. عين العقل ما عملت يا عم جابر. ما هي الدنيا كده كل يوم بحال، والبني ادم ما فيش في يده حاجه. ربنا يصبرك على ما بلاك يا ابني ويشفيك يا فوزية. فريدة عبد الحميد جريدة الأهرام. اهلا 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 مدام فريده. اهلا اهلا. ما تصبريش انا سعيده جدا بالزياره دي. ريلي اي ام فيري هابي. الرعايه عندنا هنا هتلاقيها مختلفه عن اي دار تاني، كومبليتلي مختلفه. بليز سيت داون. انا ماشيه على النظام المتبع في دور الرعايه بالخارج. اصلا انا عملت بعثه في انجلترا قعدت سنتين، شفت حاجات تجنن، تخبل وندر فول. شفت الومبي هناك؟ لا كلت فيه. لا الهمبرجر بالكاتشب يجنن، اتس ديليشس، اي لايك ات. بصراحه هناك فرق. لو سمحتي بس عشان ضيق الوقت ممكن اخد صوره للبنت؟ طبعا يا فندم، حضرتك هتاخدي صوره كامله عن كل اوجه النشاط عندنا هنا. ايوه يا سعدية. بليز عايزاكم تنظفوا عنبر الاطفال وتمسحوا تكنسوا الارضيه وتغيروا ملايات السراير. طمني بليز. والاطفال بقى حموهم ولبسوهم بامبرز وشعرهم السعديه، شعرهم بالاقرب عشان الستان. حضرتك مصره ما تشربيش حاجه؟ ميرسي قوي. يا ريت بقى نقوم نصور البنت. حضرتك عارفاها طبعا. اللي عارفاها
ده اجي طفل هنا ببقى عارفه حكايته ايه وسنه كام والطاهر امتى. انا ام هنا لكل الموجودين مؤسسه حنان. تصوري حتى الموظفين اللي هنا اي مشكله بتصادفهم بيشركوني فيها، ولذلك تقدري تعتبر المكان هنا اسره واحده. فاميلي سايز. ليتس جو. اتفضلي اتفضلي اوتسايد اوتسايد. ايه ده جميله يا نوم، انك جميله. هلو ماي سويت بيبي دي ميزرب. اتفضلي يا فندم. شايفه النظام، شايفه الترتيب يا اختي؟ جميله وبحط لها متر جاز. حاجه عاديه. ايه ده؟ صوري يا فندم صوري. النظام ده نقلاه بالحرف الواحد من البريتش ايروين. بريتش ايروين؟ يس اوف كورس. البنت فين يا البنت فين اللي خطفتها الوليه المجنونه؟ موجوده فين؟ فين هي؟ ارشور جميله. شايفه يا فندم بامبر ده ولد. اوه شوت ولد ولد. فين البنت؟ شوت اب شوت اب. البنت انت متاكده ان دي البنت؟ ايوه متاكده طبعا. طيب يعني اطور على مسؤوليتي. طب وريني وشها. ايوه يا ستي وشها الله يخليكي حابه كده اهي. البنت كده يا ستي البنت. عملها الندل ابن الندل. طيب يا ابراهيم وافرض حد من المعارف ولا الجيران شاف الصوره دي وعرف البيت، مش يمكن يروح للوليه فريده ويقول لها الحقيقه؟ تعرف ان الصوره دي بقى حلت المشكله من اولها لاخرها؟ قول لي الاول البنت دي تهمك قوي؟ قصدك ايه؟ قصدي لازم نخلص منها وبكده نكون خلصنا من جسم الجريمه. نقتلها يعني؟ لا ابو العينين لا لا. نقتلها ده ايه؟ ملوك عليها سفاح ولا ايه؟ ده انا بني ادم يا اخي، ما اقدرش اشوف فرخه بتتذبح قدامي. قلبي الريش. انا قصدي نشوف لها تصريفه. ايوه بس تصريفه ايه؟ اقول لك بس نتفق على اتعاب الاول. يا سيدي انا تحت امرك. العمليه دي تكلفك ثلاث اساتك. جراي ابو العينين جراي انت فاكرني مين؟ جوز بنت الاسطى السعداوي اللي يحتكم على اكبر ورشه وثلاث بيوت ملك. ولا انت عايز يا حبيبي تتسك ثلاث سنين سجن؟ ثلاث سنين سجن؟ طبعا. ولو انكشفت يا حلو هيوجهولك تهمة تضليل العدالة. أنا بقى عايز أرحمك هدفعك عن كل سنة 1000 جنيه بس. ولا يعني ما شبهش للبنت الصحفية اللي كنت هتعكمها استكين. قلت إيه يا اسطى؟ أمخمخ ولا رايح الطاسة؟ مفيش فايدة. مخمخ أبو العينين وأنا تحت أمرك. كتبت اللي اتقال؟ ايوه يا فندم. ها انتوا متاكدين ان صوره البنت المنشوره في جريده الاخبار بتاريخ 19/6/86 هي بنتكم؟ ايوه سعاده البيت. الله. وايه اللي كان مسكتكم لحد دلوقتي؟ ليه ما بلغتوش من ساعتها؟ احنا بلغنا سعاده البيت اسم السيده زينب وعملنا محضر. وادي سعادتك صوره المحضر. اتفضل يا بيه. يا ساعه البنت ما اتخطفت كانت معاك انت؟ ولا كانت مع امها؟ كانت معايا انا يا بيه. واتخطفت منك ازاي؟ كنت راكبه بيها اسم الله على مقام حضرتك الاتوبيس. من امتى الكلام ده؟ من يجي شهرين كده وثلاث ايام. من تاريخ اليوم اللي عملنا فيه المحضر يا بيه. وعرفت مين اللي خطفها؟ واحده ست كانت قاعده في الاتوبيس وانا كنت واقفه ولافحه البنت على صدري. ما انت عارف الاتوبيسات بتبقى مدروسه ازاي؟ وبعدين؟ صعبت عليها يا بيه. صعبت على مين؟ على الست اللي كانت واخده البنت مني ومنيمها على رجليها وقلت لها كتر خيرك. وكان كل الاتوبيس ما يتزحم اكتر الناس اللي واقفين يزقوا فيا اكتر لحد ما بقيت انا في ناحيه والبنت والوليه في ناحيه تانية. جت محطه سيد الخضير جيت انزل بصيت على الوليه والبنت ما لقيتهاش. صوتت الناس قالوا لي دي نزلت في محطه السيده وافتكروا ان البنت اللي معاها تبقى بنتها. ساعتها مخي طار من دماغي يا بيه. عندكم شهادة ميلاد للبنت؟ أيوة سعادة البيه. أنا كنت ناوي أثبت اسمها في البطاقة عشان ولا مؤاخذة بطاقة التموين. اكتب. وقد أحضر والد الطفلة شهادة الميلاد الخاصة بها. وإيه يا فتحية؟ تقدري توصفي لي شكل الست اللي خطفت بنتك؟ أيوة يا بيه. هي كانت بيضة وحلوة وشعرها أصفر وحاطة طرحة سودة على راسها.
إلهي ما توعد إم راسها أبدا. اكتب. وقررت النيابة إحالة الأب والأم إلى قاضي الأمور الجزئية لإصدار الحكم باستلام الطفلة وألصاق التهمة الجنائية بالمتهمة فوزية محمد المغاوري. أنت متأكد إن البنت دي بنت فوزية وإبراهيم؟ إلا متأكد استهاني. ده أنا ياما دلعتها وشلتها بإيديا دول. الله يلعن أبوها بقى مطرح ما وقعت. ضحك عليا وقال لي إنها ماتت. تعرف يا عم جابر؟ أنت بقيت شاهد مهم أوي. وأنت في إيدك لوحدك تنقذ فوزية من اللي هي فيه. إيدي على إيدك يا استهاني. والله البنت ما تستاهل كل اللي بيجرالها ده. دي فوزية دي طول عمرها عقلها يوزن بلد. وأخلاقها أشرف من الشرف نفسه. تقول إيه بقى لطمع البني آدم؟ اللي يخليه يضحي بمراته وبنته الصغيرة اللي ملهاش ذنب. ألف بعد الشر يا بنتي، ألف بعد الشر. شفت اللي جرالي يا عم جابر؟ شفت اللي جرالي من تحت راس اللي ما يتسماش؟ اثبتك كده يا فوزية، لكن ربنا على الظالم هيروح منه فين؟ شدة وزالة. اطمني يا فوزية، كلمة واحدة من عم جابر هيخرجك على طول. ده أهم شاهد في القضية، والنبي يا عم جابر هطلع من هنا وهشوف البنت تاني. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. أنا دلوقتي هروح أقابل مدير المستشفى أقول له إنك أنت بقيتي زي الفل ولازم تخرجي النهاردة. معاكي حق يا مدام فريدة. كل تقارير الدكاترة اللي قدامي بتؤكد إن فوزية دلوقتي أصبحت بتتصرف كأي إنسان طبيعي. يعني مش مجنونة زي ما جوزها اتهمها. الظروف السيئة اللي مرت بيها كانت شديدة على جهازها العصبي، وده بيؤدي أحيانا إلى نوع من أنواع الجنون العارض بيزول بزوال السبب. وأنا شايف دلوقتي إن مفيش لازمة لوجودها هنا. يا ريت حضرتك تكتب لها على خروج ونستلمها النهارده. للأسف فوزية لازم ترجع الجهة اللي احنا استلمناها منها. مش فاهمة حاجة. يعني أنا هكتب تقريري وأبعته للنيابة، وهناك وكيل النيابة هو اللي هيقرر الإفراج عنها أو التحفظ عليها. معلمة ألمص موجودة؟ أيوة تعالوا. اهلا سحامد، عاش من شافك. وديني جيت لك يا معلمه. خش في المفيد يا عينيا. معايا بنت عندها سنه ومعذور في قرشين. اشوفها. وريها للمعلمه فتحيه. اهي يا اختي. سليمه ولا مضروبه؟ دي بنت يا معلمه ودمها اللي واقفه قدامك، لولا بس الحوجه وحياتك. قصر الكلام، عايش فيها كام؟ 5 جنيه في اليوم. ليه؟ هو انا هجر جاموسه؟ حرام عليك يا معلمه، وفي حد لعيالي يشحت بيها اليومين دول؟ خلاص يا اخويا، تعال انت شيلك على كتفي واحط لك بزازه ببقك واشحت بيك. يلا خلصونا، انا مش فاضيه لكم. 2 جنيه كويس؟ سق المبلغ شويه يا معلمه. خلاص، هما 3 جنيه ورزقي ورزقها على الله. تقرير الطبيب بيقول انك عاله ومخك سليم، يعني كنت بتمثلي علينا الجنان. اكتب. بناء على ما ورد من تقرير الطبيب بشأن سلامة قواها العقلية،
نأمر بحبس المتهمة 4 أيام وذلك على ذمة التحقيق. لو سمحت يا فندم، هي مش خلاص بقت عاقلة؟ أيوه. طب إيه الداعي إنها تتحبس تاني؟ لأن التهمة الجنائية بخطف البنت لسه موجودة. البنت دي بنتها، أنا عندي اللي يشهد لكده، واحد من جيرانها. يا مدام فريدة، والد الطفلة ووالدتها كانوا هنا أول امبارح وأثبتوا إن الطفلة بنتهم واستلموها من الملجأ. إزاي الكلام ده؟ مش ممكن، أكيد في حاجة غلط، في حاجة غلط. خد الوليه دي وديها الحبس. عيب الناس اللي عاملين مثقفين انهم مش فاهمين القانون. عشان نروح القسم. ولازمته ايه التاكسي؟ ما انا معايا عربية اوصلكوا بيها. يبقى كتر خيرك. ثانية واحدة. خش يا يا وليه مجنونة انت؟ انت عايزة تجيبيني مصيبة؟ انا لا عمري اتجوزتك ولا خلفت منك. تعرض المتهمة على النيابة صباح باكر ومعها الشهود. يا سعادة البهمة، هو ده اكبر دليل على جنانها. بتقول ماني جوزها، وبعدين كل الناس في البلد عارفين انها مجنونة. كفاية انها خطفة عيلة وبتقول عليها بالدين. تعرض المتهمة والاوراق على السيد قاضي المعارضات لاستصدار امر بادعاء احدى مصحات الامراض العقلية لبيان مدى سلامة قواها العقلية. أنا لا عمري اتجوزتها ولا لمستها عشان أخلف منها. والد الطفلة ووالدتها كانوا هنا أول امبارح وأثبتوا إن الطفلة بنتهم واستلموها من الملجأ. يا بيه صدق يا بيه، بنتي دي ما اتحسنتش من امبارح. لله يا هاني، صحتيني حاجة لله عشان البنت دي تعيش.
دول. حاضر. اوصل المخرطه، مش عايز اشوف خلقتك تاني لو الشغل كله معاك. يلا. حاضر.